اللي معياش كل الامور عالي العال، كل الاولاد ضبوا اغراضهم وكل البضاعه انضبت وجاهزين لنطلع مكتب الاغا. شو كتلك مي بردة؟ عم تشمت فيني؟ ولك في أب بيشمت بابنه؟ جاوبني على السؤال، واحد مثلك ليش لا يخلف ولد ويجيبه على الدنيا؟ ذكرتني بالصوت يلي سأل أبوه ديك نفس السؤال، عمله الدجاج على قفا مين يشيل والناس بتحب البيض. بدل ما تتشبتر علي روح طالع مراجلك عالطاعون يلي داعس على كرامتك قدام الكل. الطاعون انت مالك فيه، مالك فيه بنوب، حسابه عندي كبر وراح يبلش يسكر لي اياه. بس حسابي معك شلون بدي اخده؟ ولك هاي الششمة اللي خلفتني فيها شلون بدي اطلع منها؟ جاوبني شلون بدي اطلع منها؟ ولك من لما وعيت على هالدنيا وانا بقوم وبوقع بقوم وبوقع وبغرق، انت شو عملت لي؟ اللي شو عملت لي؟ ولك ابنك اللي من صلبك شو تركت له؟ شو اسست له؟ ولك قبل ما تحط راسك وتكوع وتموت شو اسست لابنك؟ جاوبني. اسمع شو بدي اقول لك، احمل حالك واطلع لبرا، وشك ما بقى بدي اشوفه، احمل حالك وروح من هون. روح عم تقلعني لبرا يا عيالك؟ عم تطرد ابوك؟ ولك هلا لا تبكي وتتبكبك لي، احمل حالك وروح من هون، ما بقى بدي اشوفك ولا بدي اشوف عرفك، لا بقى تطلع لي. روح روح. مو انت اللي بطلعني لبرا، انا بمشي امتى ما بدي. بعدين اللي عملته اليوم رح يضل يحرق بقلبك اذا بتعيش عمري، رح يضل يحرق بقلبك اذا بتعيش عمري. بس انا